طيب نروح بقى للخبر الثاني اللي معانا النهارده، وحيث صرح وقال السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء ان الحكومه ستعيد عرض قانون الخدمه المدنيه على مجلس النواب، ده بعد اجراء تعديلات على البنود التي رفضها البرلمان بداخله. وأضاف القويش أن الحكومة تتطلع إلى أن يوافيها البرلمان بالأسباب التي أدت إلى رفضه لقانون الخدمة المدنية، حيث يمكن إجراء المراجعة والتعديلات المطلوبة عليه، مشيرا إلى أن الحكومة تؤمن بأهمية هذا القانون حيال الإصلاح الشامل داخل دواوينها.